بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا درس في مادة الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي المساحة رقم واحد صفحة ستون ولدينا الجزء الأول أكتشف يريد أمين ورائد مقارنة أقياس مساحات هذه الأشكال أ ب C, دي أو لدينا مقارنة أقياس مساحات نقول قيس المساحة هو عدد مربعات الوحدة داخل كل مضلع إذا يريد أمين ورائد ماذا هنا معرفة عدد المربعات داخل كل مضلع لدينا المضلع الأول كم لدينا من مربع هنا الوحدة هنا يعني هذا المربع الصغير الآن لدينا أولاً ما هو قيس مساحة كل شكل من الأشكال أ ب سي د أ يعني عدد المربعات كم؟ إذا نبدأ بالحساب هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر هنا لدينا كم من مربع؟ ستة عشر نقول ستة عشر وحدة هذه هي المساحة بنفس الطريقة ب لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر لدينا أو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ولدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة احدى عشر إذا هنا لدينا ثانيا عين الأشكال التي لها نفس المساحة نفس المساحة يعني نفس عدد المربعات لدينا أ ستة عشر ولدينا س ستة عشر هل هذه الأشكال متماثلة يعني متشابهة نلاحظ أن هذا المضلع عبارة عن مربع لماذا؟ لأن هنا لدينا الأضلاع متقايسة إذا هل الأشكال متشابهة مربع مربع لا ما هو الشكل الذي له أكبر مساحة يعني هنا عدد المربعات أكبر لدينا وهو الشكل ب عدد المربعات ثمانية عشر ما هو الشكل الذي له أصغر مساحة؟ يعني عدد المربعات أصغر عدد ما هو؟ وهو إثنا عشر، إذا هذا فيما يخص الجزء الأول، لدينا الآن الجزء الثاني، أحسب أقياس مساحات الأشكال التالية ورتبها تصاعديا، مساحات الأشكال نلاحظ هنا، هنا هنا الوحدة المساحة يعني نقوم بعد عدد المربعات هكذا. إذا نبدأ بالشكل الأزرق ولدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذا الشكل الأزرق هنا المساحة أو نقول عدد المربعات خمسة عشر بنفس الطريقة نقوم بالعد لدينا الأخضر كم من مربع إذا لدينا أربعة وعشرون لدينا الأحمر لدينا أربعة عشر ولدينا الأصفر ستة عشر إذا نقوم هكذا بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذا الآن أرتبها تصاعديا يعني من الأصغر إلى الأكبر نقوم بترتيب الأعداد أولا، لدينا الأعداد هنا، لدينا ستة عشر، أربعة عشر، أربعة وعشرون، خمسة عشر، مساحة الشكل الأحمر أربعة عشر وحدة، الأصغر هنا أصغر مساحة، بالنسبة للشكل الأحمر، أربعة عشر وحدة، ثم لدينا خمسة عشر وحدة، لدينا ستة عشر وحدة، بعد ذلك لدينا أربعة وعشرون وحدة. الآن لدينا الجزء الثاني. احسب قيس قيس مساحة الآن لدينا الجزء الثاني احسب قيس مساحة كل من المضلعات التالية دائما ننظر إلى الوحدة هنا لدينا الوحدة يعني مطلوب منا عد عدد المربعات هكذا نبدأ بالمضلع أ آه. ماذا سنفعل؟ لاحظوا معي لدينا واحد اثنان ثلاثة هنا لدينا نصف مربع نضع هنا لدينا نصف مربع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنا لدينا نصف نصف هنا لدينا سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون لدينا أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون هنا لدينا نصف مربع وهنا نصف نصف زائد نصف هنا لدينا نصف مربع نقوم بالجمع الأنصف لدينا مربع إذا هنا لدينا مساحة المضلعة وهي ثمانية وعشرون وحدة لدينا ب بنفس الطريقة يعني نقوم بعد المربعات الصغيرة إذا نجد ستة لدينا س نقوم بعد المربعات بنفس الطريقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر واحد وعشرون إثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة أحسنتم يا أبطال إذا لدينا أربعة وعشرون وحدة ولدينا الآن تعلمت قيس مساحة مضلع هو عدد مربعات الوحدة التي تغطي الحيز الذي تحده أضلاع هذا المضلع. إذن لدينا هذا هو الحيز تحده أضلاع هذا المضلع. إذن لدينا المضلع نريد هنا معرفة مساحة المضلعة يعني نقوم بعد المربعات هكذا أو نقوم بعد الوحدة هنا كم لدينا من وحدة إذا هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته